سنة عودة الطاي هالسنة ذي كانت مفرحة لحائل كاملة وفرحين بعودة الكبار بعد يجون بحائل. عودة الطاي عادل مكانه الطبيعي بين الكبار. الطاي كان الحصان الأسود على مدى سنوات كثيرة بالدوري، كل الفرق بإذن الله ننتظرهم بحائل، سنوات كثيرة غابوا عنا، لكن أكيد الهلال الزعيم ننتظر بشغف بحائل هنا. والله فرحانين بشكل يعني مو متصور، يعني بشكل قوي متفرحين ان الطاي موجود مع الأندية الكبيرة. وانا خصيصا جبلاوي اصلا، كنت اشجع الجبلين بس عقب يروح رياضية ما شاء الله. اي والله عقب اللي شفته والله انجاز اصدر الطاي، ان شاء الله نشوف عاد. تشجع انت غير الطاي؟ خلينا نقول غير الجبلين. اتحادي. الاتحاد راح يكون قريبا ان شاء الله في حائل. ان شاء الله ان شاء الله نشوفهم يصيروا مشجعين الاتحاد. ومسي على وليد الصد، وليد الفراج بدون الدوري هذا ما يسوى، لازم نتابع وليد. طبعا الطائي صايد الكبار وبإذن الله جمهوره موجود وراح يحقق شيء الموسم ذا، أو نقول منافس لأربعة الكبار في الدوري السعودي. وأنا متحمس عشان شوفة النصر بحائل. صراوي صراوي متعصب بالصميم، لو شوف دمي أصفر. من نجاح النجاح الطائي أنكم موجودين عندنا اليوم وجالسين تأخذون معنا اللقاء، وسلام خاص لوليد الفراج وقل له من خالد الفراج. الحمد لله كنا نحتاج هذا الصعود سكان منطقة حائل، وإن شاء الله نادي الطائي يقدم موسم جيد. وحاب أوصل شكري لأكشم مع وليد. حضور الهلال يعني بحد ذاته بيصير فيها حدث كبير بمنطقة حائل، يعني حضور نادي مثل النصر مثل الأهلي يعني لنا شيء كثير. ونشكر برنامج أكشن مع وليد، يعني البرنامج ما عليه غبار، رقم واحد بالقنوات والبرامج السعودية، وعلى قولتهم صاد الكبار بانتظاركم يا بعد حين.